السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وهذه مقابلة ضمن المقابلات التي تجريها الجزيرة مباشر مصر مع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية. ضيف هذه المقابلة عاد للتو إلى وطنه ليخوض انتخابات الرئاسة بعد أن غادرها أو بعد أن تراجع قليلا إلى الوراء على إثر أحداث شارع محمد محمود. عرف بمعارضته للنظام السابق وإصداره أحكاما أغضبت الرئيس السابق حسني مبارك، منها إعلان محكمة النقد عام 2003 بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بدائرة الزيتون، هي دائرة دكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لم يشرف إلا مرة واحدة على الانتخابات التي قيل أنها كانت تزور في عهد النظام السابق والتي تمت في عهد مبارك في الثمانينيات، وأعلن وقتها بطلان الانتخابات في دائرة ميناء البصل. إنه المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقد والمرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية، والذي عاد الجمعة الماضية فقط إلى مصر بعدما أنهى عمله بدولة الكويت كمستشار قانوني لإحدى الهيئات الحكومية، ليبدأ مرة أخرى هذا السباق أو الماراثون الانتخابي للوصول أو من سيكون رئيس الجمهورية للسنوات القادمة لمصر. دعوني أرحب بسيادة المستشار هشام البسطويسي. أهلا بك سيادة المستشار معنا. ما الذي جعلك تتراجع عن التراجع الأول وهو عدم الترشح لرئاسة الجمهورية؟ أنا لم أتراجع عن الترشح في المرة السابقة، لكن أنا أعلنت في بيان أني أعتبر نفسي غير مرشح بسبب الدم الذي يسيل، لأني اعتبرت أنه لا يليق إطلاقا بأي مصري أنه يتحدث عن أنه مرشح للانتخابات الرئاسية أو عن سباق في انتخابات رئاسية وهناك شباب دمه يسيل في الميادين وشوارع مصر، ودول أفضل شباب مصر، شباب خرج من أجل وطنه بيضحي بحياته وبيضحي بعيونه من أجل الوطن ولا يسعى لأي منصب، وإحنا نتكلم على مناصب وترشح لمناصب. فلقيت من يعني من المخجل أن يطلق علي مرشح محتمل للرئاسة أو أن أتحدث كمرشح محتمل للرئاسة، قلت أنا بعتبر نفسي غير مرشح، ولابد أن إحنا كلنا نشارك كمواطنين في تصحيح مسار الثورة ووقف هذا الدم، وبعدين ساعتها نبقى نقدر نتكلم عن. طب اسمح لي، وما الذي تغير في الأمر؟ اللي تغير إن تمت انتخابات مجلس الشعب بإرادة سياسية واضحة أن تكون الانتخابات نزيهة. صحيح حصل بعض الأخطاء لكن بعيدة عن الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة. أيضا توقف الدم في الميادين والشوارع وبدأ يبقى فيه مسار متفق عليه لتنجح الثورة ولتتولى هي مقاليد الحكم بديلا عن المجلس العسكري. اسمح لي، يعني ألا كان من يعني أما كان من الأفضل أن تكون هنا في القاهرة وتدافع عن هؤلاء الشباب وعن الثورة بشكل أو بآخر وتقف في وجه النظام الحالي الذي تتهمه بشكل أو بآخر أنه السبب فيما حدث سواء في مجلس أحداث مجلس الوزراء أو محمد محمود؟ يعني ما كان من الأفضل أن تظل هنا في مصر يعني بدلا من أن تنتقل لعملك مرة أخرى في الكويت؟ لا، الحقيقة أنا أخذت قرار بالعودة للكويت عقب عيد الفطر مباشرة، بعد ما قضيت شهرين أو ثلاثة في محاولة لطرح فكرة توافق القوى الوطنية على أجندة واحدة وعلى خطوات محددة وتعلن ويدخلوا في مفاوضات مع المجلس العسكري بأجندة واحدة، وتوقعت أن عدم حدوث هذا التوافق سيؤدي إلى مصادمات وسيؤدي إلى مزيد من الدماء، ولما لقيت أن فرصة تحقيق هذا التوافق غير مطروحة في وقتها يعني لغاية آخر رمضان، لقيت ان يعني او توقعت ان سيعود الدم مره اخرى وسيحدث مصادمات ولن يستطيع احد وقفها لان القوى السياسيه كلها مختلفه منصرفه الى مسائل اخرى غير مساله التوافق. وانا اسمح لي، ماذا تقصد بالتوافق؟ ان يبقى في اجنده واحده للثوره، خطوات محدده، جدول زمني محدد تتفق عليه كل قوى الثوره لتطالب به المجلس العسكري ويحقن الدماء. التوافق يعني ده حادث الآن؟ التوافق ده مش حادث الآن بشكل كامل، لكن تم اتخاذ خطوات حقيقية أدت إلى حقن الدماء.
وكمان الاجتماعات اللي حصلت بين 7 من المرشحين المحتملين للرئاسة أثمرت عن توافق على جدول زمني قبله المجلس العسكري، وحصل نوع من التوافق على خطوات محددة. دلوقتي بقى عندنا خطوات محددة وبرنامج محدد زمني محدد وجدول أعمال محدد، والأمور بتسير في الاتجاه الصحيح لنبدأ مرحلة انتقالية حقيقية تتولاها سلطة تمثل الثورة. رئيس جمهورية منتخب يمثل الثورة، برلمان منتخب يمثل الثورة، وتبدأ عملية التطهير وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا لفكر الثورة ومقتضيات التغيير المطلوب. زاد اني توقعت من وقتها ان طالما لم يحدث هذا الاتفاق في هذا الوقت المبكر وحتحدث هذه المصادمات التي توقعتها، ان التواجد هيبقى غير فعال، وكل الذين تواجدوا لم يؤثروا شيء في وقف الاحداث. الحقيقه العمل المؤثر الحقيقي كان لاجتماعات التي حدثت للمرشحين المحتملين الـ7 وما أسفرت عنه من جدول زمني. جميل، يعني دعني أقول أن قرار الدكتور محمد البلدعي بالتراجع عن نية الترشح لرئاسة الجمهورية، هل شجع المستشار هشام البستويسي على النزول للحلبة مرة أخرى؟ لا لا إطلاقا، أنا أعلنت موقفي قبل انتخابات البرلمان، وأنا ما خرجتش من الحلبة، أنا لكن أنا جمدت جمدت الفكرة ولقيت مش من المناسب نتكلم عن الانتخابات إلى أن يتم الاتفاق على خطوات واضحة محددة ويقف جميل. هل تقبل الدم. أن تكون، لأن في كلام بيتقال أن ممكن تقبل أن تكون تخوض الانتخابات كنائب ما فيش، للبلدعي مش مطروح انتخابات لنائب، لا أنا فاهم، لكن يعني إنما المطروح لو عرضت هذه الفكرة لا لا عليك أن تكون خلف أنا البلدعي كرجل رجل ثاني، لا هل تقبل ذلك؟ أنا ماليش علاقة بالأشخاص، أنا ما يعني المسألة بالنسبة لي مش مسألة شخصية، أنا المسألة بالنسبة لي مسألة موضوعية أتناولها بشكل موضوعي. إذا حدث اتفاق بين القوى السياسية التي تمثل الثورة أو المنتمية لفكر الثورة، اتفقت على أن تجتمع حول مرشح واحد يخوض الانتخابات في مواجهة القوى المعادية للثورة أو قوى النظام القديم، سألتزم بهذا القرار وسأدعمه وسأسانده، حتى لو لم تكن أنت حتى لو هذا لم أكن الرجل أو أنا هذا تكون الرجل الرجل الثاني. بالضبط، نعم. يعني حتى لو لم أكن هذا الرجل، لأن هو دي الديمقراطية أن أنزل على رأي الأغلبية حتى لو كانت لا تتوافق مع وجهة نظري. بس دي مش رأي أغلبية، ده توافق سياسي، ما هي توافق الأغلبية من نخب. الأغلبية اللي أنا اشترطتها باتفاق، أنا اشترطتها باتفاق أغلب القوى السياسية المعبرة عن الثورة. هو ده الشرط، إذا حصل إن غالبية القوى السياسية المعبرة عن الثورة أو المنتمية لفكر الثورة اتفقت على شخص، سأقف وراءه وسأتنازل لصالحه التزاما برأي الأغلبية، لأن العمل الديمقراطي سلوك قبل ما يكون شعارات ترفع، فلابد أن أنزل على رأي الأغلبية لصالح العام. في هذه الحالة أستطيع أن أنا أقبل أي منصب كان، نائب أو أي منصب آخر حتى، بشروط أن تكون هأدي عمل جاد، هأدي عمل لخدمة وطني بإخلاص وبحرية، أن هيكون النظام الحكم معبر فعلا عن فكر الثورة الجديد وعن بناء مؤسسات على أساس ديمقراطي، أساس جميل، يحقق العدالة الاجتماعية إلى آخره. وضحت الفكرة. من يدعم المستشار هشام البستويسي الآن؟ ما هي القوى الداعمة له؟ المواطن الذي يسعى إلى مصر الجديدة، مصر الديمقراطية، مصر التي تكفل المساواة بين المواطنين أمام القانون، التي تحقق العدالة يعني أنت الاجتماعية. تلعب على المواطن البسيط العادي، طبعا لكن طبعا، اسمح لي، يعني تجربة التعديلات الدستورية في مصر والانتخابات البرلمانية بغرفتيها، الشعب يرى أن الوضع هنا بشكل واضح أن في مصر كل مرة أتفق أن إعارات القياس مختلفة، اعتبارات مختلفة والمعايير مختلفة، وأنا أعتقد أن المواطن المصري والناخب المصري سيميل لاختيار شخص لا ينتمي بشكل صريح للتيار الإسلامي السياسي في الرئاسة لإحداث نوع من التوازن. أنا أعتقد أن دي طريقة تفكير المواطن المصري العادي ومزاجه العام، لكن طبعا وإن كان هذا التيار لا الإسلامي يتفق مع السياسي، تجارب ما لا بعد لا، ما الثورة هي على الأقل، دي يعني دي مختلفة يعني. مختلفة، لكن
ده لا يمنع ان التيار الاسلامي السياسي هو تيار مهم ومؤثر، واي رئيس قادم لابد ان يكون متوافق ايضا مع كل القوى السياسيه بما فيها جميل، التيار بس الاسلامي لا السياسي. نستطيع أن نغفل أن التيار الإسلامي يمثل ثقل. طبعا طبعا هل حاولت أن تتواصل مع يعني الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، النور، السلفية، الحرية والعدالة، جماعة الإخوان المسلمين، يعني الكيان الرئيسي، لتكون أنت مرشحهم المفضل في الانتخابات لا القادمة؟ شوف، انا من قبل الثوره وانا صلاتي بكل القوى السياسيه صلات واضحه وقويه وعميقه وعلاقات صداقه وتفاهم مع كل القوى السياسيه، سواء الاسلام السياسي بكل فصائله، سواء اليسار، سواء التيار القومي، حتى ان في احد المؤتمرات لم يدافع احد عن الجماعه الاسلاميه في مؤتمر خاص بقانون مكافحة الإرهاب إلا أنا صراحة في حضور ممثلي وزارة الداخلية، وقلت إن دول شباب وطني لابد من احتضانه ومساعدته على أن يغير سلوكه، مش مقاومته بالعنف، وإلا العنف بيولد العنف، إلى آخر ما حدث في المؤتمر. فصلتي بكل القوى السياسية بكل أطيافها صلات قوية وطيبة. لكن لم تتقابل معهم بشكل لا بعد مباشر الثورة، وعرضت عليهم لا هذا لا الأمر. إطلاقا إطلاقا، أنا لم أحاول الاتصال بأي حزب من الأحزاب أو أي قوة من القوى السياسية لسببين. أولا لأن فيها شيء من الحرج ليهم وليا. أولا هم يعرفوني كويس وأنا أعرفهم كويس. اسمح لي، ده منطقي ان انت تروح تعرض نفسك لا وبرنامجك عليهم لا علشان يليق، تشوف؟ لا ده يعني طبيعي مش في طبيعي. سباق انتخابي. لا لا ده مش طبيعي في سباق انتخابات رئاسة، ممكن في انتخابات برلمانية، لكن في انتخابات رئاسة المنصب له جلال وله قيمة، ولا يصح يعني انت إهانة المنصب اسمح لي، نفسه. مش هتروح تزور مكتب الارشاد؟ أنا أزور أي حد، لكن في هذه الظروف لا يليق إن أنا أروح أزور أي طرف، إلا أولا إذا دعيت وبتكون بعيدا عن الحديث عن الانتخابات أو الترشح، ممكن أزور زيارة مجاملة لأي حزب من الأحزاب، لا لكن بس في اسمح هذه لي، مع الظروف دكتور عبد المنعم الفتوح مثلا وغيره من المرشحين راحوا زاروا الأحزاب معلش، السياسية وجلسوا معاهم كل يعني. واحد له وجهة نظر. أنا وجهة نظري إن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية لا يصح ولا يليق إنه يروح لأحزاب يطلب منها تأييد أو دعم. ده في يعني تقليل من قدر المنصب وقيمة المنصب. أنا مرشح لمنصب مرموق، لا يصح إن أنا أترخص في التعامل وأنا مرشح لهذا المنصب. ده لا يقلل من قيمة الأحزاب وأهميتها واحترامي ليها، وممكن إذا حزب أعلن تأييده ليا طبعا أقدر أزوره ساعتها، لكن ما أقدرش أزور حزب طلبا للتأييد. جميل، كان ليك بعض التصريحات بتقول فيها أنا مش شايف من المنطق إن أحد المرشحين تدعمه جماعته اللي هو خرج عنها وهاجمها ولم يحترم الديمقراطية داخل الجماعة. دعني أسألك بشكل صريح، هل كنت تقصد بهذه الجملة عبد المنعم أبو الفتوح؟ لا اطلاقا، انا ما اقصدش اي شخص، انا بتكلم عن المبادئ العامه، انه وما كانتش انه في هذا السياق، انما انا قلت ان الشخص عشان خاطر يتحدث عن مبدا لازم تصرفاته تكون متفقه مع هذا المبدا. لا يعني واحد بيتكلم على الديمقراطيه وانه عايز يعمل نظام ديمقراطي لابد انه يكون سلوكه ديمقراطي، فما يبقاش بمعنى انا يعني فسر سلوكي، لنا يعني انا ما بقاش انا عضو في مجموعه او جماعه سواء حزب او غيره وتتفق على رأي، فالرأي ده أختلف معاه فأخرج على رأي هذه المجموعة وأناقضها، ده سلوك غير ديمقراطي، ده انفراد بالرأي ومحاولة لفرض الرأي. وده حصل مع أحد المرشحين لا المحتملين أنا أو ماليش أكثر دعوة بالمرشحين، أنا بغض بتكلم النظر يعني؟ بغض النظر، تمام. لابد أني طالما أنا بعمل في إطار مجموعة أنا ألتزم برأي المجموعة، فإذا كان رأيي مختلف أنزل على رأي الجماعة وأتنازل على رأي، ده حتى السنة النبوية كده، يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت كده، إنه بينزل على رأي الأغلبية وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. المعصوم. صلى الله عليه وسلم. فلابد إن إحنا نتعلم يعني كيف يصدق القول الفعل، لازم سلوكي يبقى متسق مع ما أطرحه من طيب أقوال، اسمح لي. وإلا أبقى بقول شعارات أنا مش مؤمن بيها. نفس الشيء مش بس في الحالة دي، يعني شخص بيتكلم على العدالة الاجتماعية ويزعم أنه يدافع عن الفقراء وينتصر إلى الفقراء ويسلك في حياته سلوك مناقض لهذه المبادئ وهذه الأفكار، يعني يعني هو مش عايش أيضا عيشة الفقراء عشان طبعا يشعر بيهم، ولا لكن عايش بيتحدث عيشتهم عن ولا العدالة بيدافع الاجتماعية. عنهم، يعني سلوكه
سلوك مناقض ل يعني او يطرح سياسات مناقضة لمصالح الفقراء. انا ده اللي اقصده، ان الشخص عندما يرفع شعار يجب ان يكون يكون سلوكه في متسقا معه. حياته ومتسق مع ما يطرحه من افكار، والا يبقى بيطرح مجرد شعارات هو لا يؤمن بها. طب اسمح لي، المستشار هشام البصوصي لم يعلم هذا الاسم، لم يعرف هذا الاسم الا يمكن بعد 2005، ويعني هبت القضاه الشهيره في 2005 ولهم وقفه. لكن هناك بعض المرشحين يحملون تاريخ كبير من العمل الوظيفي المهم، التدرج في مناصب مهمه في الدوله، لهم اسم كبير منذ اكثر من 20 عاما. يعني ما الذي يجعلني اختار هشام البسطويسي ولا اختار هذا الشخص لا انت صاحب تختار زي ما التاريخ؟ انت عايز. لا انا بتكلم بشكل عام ولا اقصد لكن انا رهاني شخصي يعني. لا تتكلم تختار زي ما انت عايز، وكل مواطن بيختار بحريه. لكن انا رهاني على ان الناس في مصر متعطشه للعداله، مشوقه للعداله، لان مصر حرمت من العداله وقيم العداله والمساواه لسنوات طويله. اعتقد ان الناس بتتطلع لشخص مارس العدالة ويستطيع ان هو يتجرد من مشاعره الخاصة ويفصل بعدالة وبموضوعية بين القوى المختلفة او بين السلطات المختلفة للدولة، يستطيع ان هو يحفظ الحدود الفاصلة بين السلطات المختلفة، عنده رؤية للمنصب يعني ولدور مصر. اسمح لي، فكرة التاريخ حضرتك ليش شايلها من الاعتبار؟ التاريخ يعني انا مش شايله من الاعتبار، انا تاريخي معروف للناس كلها وبعضه مش معروف، لكن وهيجي الوقت انه يبقى معروف. يعني انا كان ليا نشاط طلابي في ثانوي، وكنت يعني الناس اللي كانت معايا في المرحلة الثانوية عارفة نشاطي وعارفة تاريخي. كان ليا نشاط في الجامعة سواء في سوريا او لما رجعت مصر، كنت عضو اتحاد طلاب لفترة في جامعة دمشق. في ناس تعرف، لكن أنا ما بحبش أتكلم على هذا التاريخ بالتفصيل. أنا أحب أتكلم على القضايا الراهنة، لأن نظرتي للمستقبل أهم من الماضي. هل من يعني الممكن ماذا أستطيع أن أقدم، أو يستطيع المرشح أن يقدم لمصر في المستقبل أفضل كثيرا من الحديث عن التاريخ. فكرة أن مرشح كان له ارتباط بشكل أو بآخر بالنظام السابق، هل من الممكن أن يرفض شعبيا بسبب العلاقة، هذه العلاقة، رغم طبعا أنه طبعا يعني يرى البعض طبعا. أنه كان بعيد عنها أو كان يمثل دور مختلف؟ لا انا اعتقد ان الشعب المصري لا يمكن هيختار شخص كان ينتمي الى النظام السابق وشارك في سياسات النظام السابق ولم يعترض عليها ولم يقل كلمة لا في ظل النظام السابق، ولن يختار رجل يحمل الصفة العسكرية سواء سابقا او حاليا. اعتقد دول شرطين سيضعهم الناخب المصري وهو رايح صندوق الانتخابات. سيادة المستشار، اتكلمت عن العدالة الاجتماعية كثير في حديثنا، رؤيتك لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر بعدما إذا وصلت إلى سدة الحكم؟ لا هي طبعا انا عندي رؤية تشمل جوانب كثيرة يعني، تلخيص لها يعني معالمها الرئيسية. لكن هذه الرؤية انا بس احب اوضح انها مش وعد انتخابي، لان دي تخرج عن صلاحيات رئيس الجمهورية، دي هتبقى صلاحيات الحكومة التي يشكلها حزب الأغلبية، هو اللي هيضع السياسات التنفيذية وهو اللي هيضع الخطط التنفيذية اللي هيتبناها وكأنك حزبه. مبدئيا تميل لفكرة أننا نذهب لنظام انتخابي، لنظام رئاسي برلماني مختلط، لا مختلط بالظبط، لا البرلماني الرئاسي. ده اللي استقر عليه الرأي في غالبية القوى السياسية، وأعتقد هو ده المناسب لمصر، إن هيبقى في رئيس جمهورية له اختصاصات محددة ملهاش علاقة بعمل الحكومة، اللي الحكومة بيشكلها حزب تتشكل من حزب الأغلبية. الحكومة تخضع لرقابة البرلمان ومحاسبته وتوجيه الرئيس في خطاب تكليف الحكومة حول المبادئ العامة التي تحكم عمل الحكومة، لكن البرامج التنفيذية والخطط التنفيذية ده هيبقى عمل الحكومة مع حزبها، ورئيس الجمهورية هيبقى مجال اختصاصه الأمن القومي، الأمن الوطني المصري، الفصل بين السلطات، تمام. الحكم بين القوى السياسية المختلفة. ده معناه سيادة المستشار لو النظام أصبح برلماني فقط هتتراجع عن الترشح؟ إذا أصبح برلماني فقط أعتقد أني هتراجع عن الترشح، لأن هيبقى رئيس الجمهورية منصب شرفي، وأعتقد أن أنا يعني أرجع عملي
الأصلي أكثر فائدة للناس. طب ولو رئاسي هتكمل؟ لو رئاسي هكمل، بس بهدف إقناع الناس بأن النظام الرئاسي يفتح أبواب الديكتاتورية. الأفضل أن يكون نظام مختلط، رئاسي برلماني، الرئيس له اختصاصات محددة يخضع للمحاسبة والمساءلة، البرلمان له اختصاصات واضحة، حزب الأغلبية يشكل حكومة تخضع أيضا للمحاسبة، هي المختصة بوضع السياسات التنفيذية، ويبقى في مؤسسات حقيقية مبنية على أساس ديمقراطي. طرح الحرية والعدالة الآن أن هي يجب هي أن تشكل الآن الحكومة الآن وتسحب الثقة أو تستقيل حكومة الجنزوري، هل تؤيد هذا الطرح من قبل الحرية والعدالة؟ ده الطرح العملي المنطقي، لأن البرلمان سواء كان أي مكان، حتى لو نظام حكم رئاسي، من صلاحيات البرلمان أن يحجب الثقة عن الحكومة إذا كان أعطاها الثقة قبل كده، إذا كان ما أعطاهاش الثقة قبل كده، أو يسحبها إذا كان أعطاها الثقة قبلها. في الحالة بتاعتنا الحكومة لسه لم تحوز ثقة البرلمان، فمن حق البرلمان أن يحجب الثقة عن الحكومة، وفي هذه الحالة لابد من إعادة تشكيل الحكومة، تسقط الحكومة، عشان نتجنب هذا السيناريو كل فترة ويبقى في حالة عدم استقرار. الأفضل أن يكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، ده المنطقي، فيحوز ثقة البرلمان. أنا الحقيقة ما أقدرش أنسى أن حضرتك قاضي يعني طول حياتك ومستشار ولك مواقف مهمة. كيف رأى هشام البسطويش بعين القائد ما حدث في قضية التمويل الأجنبي وتسفير المتهمين الأمريكيين إلى بلادهم بهذا الشكل؟ هذا جرح عميق تم فتحه مؤخرا مرة أخرى، يعني هذا الجرح نعاني منه من التسعينات، وده اللي دفعنا للخروج للمجتمع المصري وللإعلام في 2005 لمواجهته بالحقيقة، إن القضاء في خطر، وأن هناك تدخلات فجة للسلطة التنفيذية في القضاء، وإن القانون يسمح بهذه التدخلات، ولابد من تعديل القانون بالقانون يكفل استقلال حقيقي وكامل للقضاء، وإن لابد إبعاد القضاة عن الانتخابات أو ترك الانتخابات كاملة لهم حتى لا تزور وتلصق بالقضاء، وطالبنا محاسبة ومساءلة بعض القضاة اللي كان ليهم مواقف وتصرفات تتعارض مع استقلال السلطة القضائية. اعتقدنا أو كان أملنا أن بعد الثورة تنتهي هذه الظاهرة، لكن للأسف تبين أنها ما زالت تستعمل هذه الثغرات في قانون السلطة القضائية، وده ناقوس خطر يدق مجددا، أن لابد من يعني إصدار قانون السلطة القضائية بأسرع ما يمكن. لمن تحمل المسؤولية فيما حدث في قضية التمويل للسلطة الأجنبي؟ التنفيذية، تحديدا والبرلمان عليه أنه هو يجري تحقيق سياسي يعني تقصد تحملها لتحديد للمجلس المسؤولية، العسكري أم للحكومة؟ ده يسفر عنه تحقيق سياسي يجريه البرلمان، ولابد كمان من تحقيق داخل السلطة القضائية لتحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول. أنا ما أقدرش إن أنا أستنتج، يعني اللي بيحمل المسؤولية للمجلس العسكري ده استنتاج، استنتاج مقبول يعني طبعا، سيادة المستشار لكن الأمر أنت يرى سألتني، البعض واضح. لا لا معلش، أنت سألتني كقاضي، كقاضي ما أقدرش أتكلم إلا لما يكون في دليل وفي تحقيق أسفر عن دليل إدانة، وكسياسي لكن كسياسي ده موضوع تاني، في طبعا شبهات، لكن أيضا محتاجة تحقيق سياسي في البرلمان، ويتم سؤال الأطراف المختلفة، جايز يثبت إن ده كان اجتهاد من وزير من الوزراء مثلا، أو من رئيس الحكومة من خلف ظهر المجلس العسكري، قد لكن يكون، انت حضرتك وقد يكون شايفها ايه مسؤول. سيادة المستشار؟ أنا شايفها إنها لا يمكن تتم إلا بموافقة المجلس العسكري طبعا، إنما لا أستطيع أن أقطع برأي برضو ولا أصدر حكم إلا بعد ما يتم تحقيق يسفر عن دليل. تقييمك لأداء المجلس العسكري بعدما تولى المسؤولية بعد الثورة وحتى هذه اللحظة؟ طبعا المجلس العسكري يعني تورط في عملية سياسية، وهو الحقيقة يعني أنا كنت أتمنى أنه نفسه تورط أول بدر للفصل، أنا شايف لقاء برازيل كان تعد مهمة فوجئ بيها. طب اسمح لي، واضح ان حضرتك شايف اداء المجلس العسكري في ضوء الخبره فقط، ويعني مش شايفها في
خانت المؤامرة كما يرى البعض، أن لا المجلس المؤامرة العسكري صعب، يتآمر أنا ما على أقدرش الثورة أتكلم عن المصرية. مؤامرة إلا لما يكون عندي برضو دليل، إن المؤامرة دي كلمة كبيرة جدا، المؤامرة دي خيانة للثورة وخيانة للوطن، ودي ما أقدرش إن أنا أتهم بيه أي شخص إلا إذا ثبت بالدليل. لكن أنا أقدر أقول وقلت قبل كده إن المجلس العسكري بحكم تكوينه ينتمي إلى النظام القديم وينتمي إلى الفكر القديم، وده طبيعي، تطوع ليقوم بمهمة، لكن ما تقدرش تطلب منه فجأة انه يتخلى عن فكره، هو يسيطر عليه فكر، عنده ادوات تعود على استعمالها، قد تكون نوايا طيبة لكن قدراته لا تساعده على تحقيق هذه النوايا الطيبة، لا خبرة سياسية، لم يكن مستعد لهذا الموقف ولم يتوقعه. هو ايضا في حال أصبحت رئيسا للجمهورية سيادة اتفضل. المستشار، هل ستخضع أعضاء المجلس العسكري لمحاكمات لما حدث من إراقة الدماء من في يثبت أنه، ماسبيرو محمد شوف، محمود مجلس كل الوزراء؟ من يثبت أنه مسؤول عن دم يجب أن يحاسب عن يعني هذا الدم. ستخضعهم لتحقيق؟ ستطالب ما فيش بذلك سيادة حد فوق المستشار؟ التحقيق إذا كان رئيس الدولة السابق بيحاكم. ما فيش حد فوق القانون. الجميع، جميع المواطنين سواء أمام القانون. طب اسمح لي، اتفضل. يعني الدكتور سليم العوية تحدث يقول أن المجلس العسكري لم يقترف أخطاء حتى أساسا نطلب فكرة مثلا ما أنا ما قلتش خروج إنه اقترف الآمن و أخطاء. أنا ما قلتش إنه اقترف أخطاء، أنا قلت لا، لابد أن هل يجري ترى فعلا تحقيق. أنه لم يقترف أي أخطاء أنا ما تستوجب أقدرش أقول، المساءلة؟ أنا ما أقدرش أقول اقترف أخطاء أو لا، عشان الشعب كله يكون مطمئن أنه اقترف أخطاء أو لم يقترف أخطاء، لابد أن يكون هناك تحقيق محايد مستقل ينتهي إلى تحديد المسؤولية. إذا ثبت أن هناك شخص مسؤول عن الجريمة يجب أن يحاسب عليه، دي مسألة منتهية. فانا ما انا ما اقدرش استبق الاحداث واقول انه ارتكب اخطاء ولا ما ارتكبش الاخطاء، هو مسؤول عن الدم بشكل واضح ومباشر ولا مش مسؤول، لان في اجتهادات كثيره وهناك اقوال كثيره تقال، ده لابد ان يخضع لتحقيق مستقل ومحايد. الجدل الدائر الآن حول الجمعية لا انا التأسيسية عايز اكمل المصرية، بس في تفضل. مساله الخروج الامن، ان ما يقال ان الخروج الامن مقصود به عدم المحاسبه عن الجرائم، ده فهم خاطئ لفكرة الخروج الآمن. الخروج الآمن لما طرحت ما كانش المقصود بها إعفاء شخص ارتكب جريمة من العقاب، كمان ايه المقصود؟ إنما المقصود بها الخروج الآمن من العملية السياسية، الخروج الآمن للقوات المسلحة والمجلس العسكري من العملية السياسية. وأنت مع هذا لأن الطرح؟ طبعا لأن تورط المجلس العسكري في العملية السياسية، إذا طالت العملية السياسية وهذه الفترة بأكثر مما يجب، قد يحدث انقسام داخل القوات المسلحة، ويبدأ بعض القوات المسلحة يناصر المجلس العسكري وبعضه ينتقد المجلس العسكري، وده مش مطلوب ولا مستحب. تبتدي بعض أفراد القوات المسلحة تنتمي إلى تيارات سياسية وبعضها ينتمي إلى تيارات أخرى، وده أيضا يجب حماية القوات المسلحة منه. فالمقصود بالخروج الآمن للقوات المسلحة أو للمجلس العسكري هو الخروج الآمن من العملية السياسية، تظل القوات المسلحة متماسكة، تظل القوات المسلحة بعيدة عن السياسة، قوات مسلحة محترفة تؤدي مهمتها في الدفاع عن حدود الوطن بعيدا عن تقلبات السياسة وتغيرات السياسة. جميل. الجدل الدائر حول تشكيلة الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، البعض يرى أنه يجب، يعني الحرية العدالة طرحت يعني ما يقرب من 40 من البرلمان بغرفتيه و60 من الشخصيات العامة وبقية المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والبعض الآخر طلب ألا يكون للبرلمان يعني أي تواجد أو أي تمثيل ويترك الأمر لمؤسسات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني. كيف يرى هذا الأمر هشام البسطاوي؟ يعني تشكيل الجمعية التأسيسية له أكثر من طريقة، ودي مش أول مرة نعمل جمعية تأسيسية، مصر عملت قبل كده أكثر من جمعية تأسيسية لأكثر من دستور في تاريخها، ودول العالم عملت جمعيات تأسيسية الوضع ده ستير قبل كده، ويعني في طرق مختلفة لتشكيلها، مفيش طريق واحد. في بالانتخاب، أن تكون كلها بالانتخاب. خلاص ابتعدنا عن ذلك يعني. يعني الأفكار اللي ممكن تطرح، ممكن تبقى بالتعيين أو باختيار كفاءات من سلطة ثورية. يعني في وسائل اسمح لي كثيرة. اتكلم عن الحالة المصرية، يعني الحالة الأمن. الحالة اللي احنا وصلنا لها خلاص اختيار الناس، او احنا وصلنا قطعنا شوط خلاص في طريق لابد ان احنا نستكمله، ما نقدرش ان احنا ننقلب عليه تاني ونفكر في وسائل اخرى. فخلاص النص بيقول ان البرلمان هيختار الجمعية التأسيسية، وما يجري الان هو حوار لوضع ضوابط. هنعمل النص
ولابد ان الحوار يسفر عن اتفاق بين كل القوى السياسيه، وحيصلوا الى اتفاق لوضع لتشكيل الجمعيه التاسيسيه. وانا اعتقد ان قبل الموعد المحدد، الجلسه المحدده، هيكون تم الاتفاق بين كل لكن القوى أنت السياسيه. إلى أي تميل؟ تميل لتواجد عدد من النواب 40% زي ما اتكلموا داخل الجمعية التأسيسية لضد السور، أم تكون كلها من خارج البرلمان؟ أنا أتمنى أنه يتم اختيار الأكفأ والأصلح والأقدر على المشاركة في هذه المهمة من مسألة التمثيل. يعني افرض أن التمثيل بنسبة معينة، لقيت أن عشان أستكمل هذه النسبة مضطر أن أنا أشرك ناس ما هياش مؤهلة بشكل كافي للمشاركة في هذه المهمة، علي أن أصارح نفسي وأصارح الآخرين بأن أنا هعدل النسبة، لأن المصلحة العليا للوطن إني أختار ناس قادرة وناس على كفاءة معينة بعيدا عن مسألة النسب. جميل. مش متخوف أن تكون هناك سيطرة للتيار الإسلامي في هذه لا، اللجنة؟ أنا مش متخوف. تيار الإسلام السياسي هو جزء من النسيج المصري، وهي قوة سياسية موجودة على مدى التاريخ في مصر، وهي قوة وطنية وليها دور وطني واضح، وواضح إن في تطور في أدائها وتطور في أفكارها بكل فصائلها، يعني مش بس الإخوان المسلمين، وأيضا الجماعة السلفية أو النور الأحزاب السلفية. السلفية أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد، كويس. ده كلهم الحقيقة ده بيحصل يدعوني لتقييمك لأدائهم خلال الفترة الماضية داخل البرلمان. في تطور في الأداء، في تطور في الأفكار، وده هي دي ميزة الديمقراطية. إن الديمقراطية لما بيفتح أبواب الحوار بحرية، الناس تقدر تعدل من أفكارها وتقدر إن هي تقترب من بعض أكتر، ويحصل نوع من الاتفاق او التوافق بين القوى السياسيه، وتبقى نقاط الخلاف محدده، ويبقى طريقه حل الخلاف كمان سلميه. لكن لما بيبقى في ظل نظام ديكتاتوري بتزيد الشقه وبيزيد الخلاف، ويبتدي الميل الى العنف من التيارات المستبعده لتفرض رايها، الديمقراطيه بتتلافى كل هذه مصادر الامور. تمويلك سيادة المستشار، واحنا بنتكلم في 10 مليون جنيه الحد الأقصى للدعاية، هو رقم بالتأكيد كبير. يعني مصادر تمويلك؟ لا، ما انا مش هلتزم بال10 مليون هتتخطى ال10 مليون؟ ولا 10,000 حتى. انا مش ناوي اعمل حملة انتخابية تتكلف لا اي دعائية. مبالغ، لان انا في الاول جالي عروض كريمة من بعض رجال الاعمال اعتذرت عنها، لاني يعني اسمح لي، مش ما منطقي. قدرتش ما ان هو انا، يعني هي لها معلش ادواتها، خليني يعني اكمل الانتخابات لها ادواتها كلامي، يعني. معلش. ما اتفضل. انا يعني ليا كمان طبيعة خاصة، اتفضل. وكقاضي لقيت من الصعب ان ناخد مبالغ مالية كبيرة، ثم ان اللي بياخد مبالغ مالية كبيرة لابد ان سيكون اسير هذا المال بعد كده. واعتقد ان تدخل رؤوس الاموال في السياسة يجب ان نجد وسائل للحد طب مش منه، هتفتح باب التبرع من مش بس المواطنين في مصر. بشكل انتقلت بعد كده لفكرة فتح باب التبرع للمواطنين، وبعدين سألت نفسي مين المواطنين اللي عايزهم يتبرعوا؟ أنا بزعم إني بنتمي أو بدافع عن الطبقات الكادحة الفقيرة، وهي المفروض إن هم يدعموني. طب دول ناس عايشة أغلبهم تحت خط الفقر وعايزة مساعدة، أطلب منهم إن هم يدعموني؟ هم أولى بالجنيه اللي يتبرعوا بيه، هم محتاجين إن أنا أساعدهم مش إن هم اللي يساعدوني. فلقيت كمان ان مش من المقبول اطلاقا ان ابقى بزعم ان انا بدافع عنهم واقول لهم ادفعوا. يبقى تصرف من جيبك الخاص على فانا حملتك. قررت ان انا جزء من ما ادخره، وبعض اقاربي او بعض اصدقائي المقربين اللي ممكن اقبل منهم مساندة، هم بس اللي هيشكلوا المال الذي ساستخدمه في الحملة الانتخابية. وده مش هيسمح لا بعمل مطبوعات ولا بعمل بوسترات ولا عمل مؤتمرات ولا بسفر لأماكن بعيدة، لكن في حدود هذا يعني أليس المبلغ يعني هاخده مش ده الحملة بيوضع في الانتخابية. تواجدك لا، مقابل مرشحين بيصرفوا بشكل كبير، أنا بينتقلوا أعتقد إن مؤتمرات الصرف وإلى كده؟ ملوش أي قيمة في مصر ومش مؤثر. الشعب المصري هيفرز في هذه الانتخابات بالذات، وهيفرق بين المرشحين مش على أساس ما ينفقوه، ولا على اساس ما الدعايه الانتخابيه اللي بتجري، انما على اساس انحيازاتهم وعلى اساس افكارهم وفهمهم لدور رئيس الجمهوريه وما يطرحوه من افكار في اطار هذا الدور.
لكن مش هيأثر المال على الناخب المصري، ملوش هذا التأثير. وأعتقد إن حتى في الغرب بدأ الشعوب الأمريكية في أمريكا وفي أوروبا تكتشف إن اللي بيصنع سياسات بلدهم هي رؤوس الأموال الكبيرة، وإنهم غير راضيين عن هذه السياسات، وإن هذه السياسات بتؤدي إلى مزيد من المعاناة للمواطن. فبدأوا يحتجوا على هذا، وبداية حركة احتلال وول ستريت وما حدث في ميادين لندن وبعض الدول الأوروبية هو بداية لحركة لم تنتهي، ستتصاعد عشان الشعب يحاول يفرض صيغة جديدة ونظام عالمي جديد اقتصادي جديد يخفف من سيطرة رأس المال على العمليات السياسية وعلى إدارة شؤون أي دولة. كناخب عادي وبسيط، ما الذي يدعوني لانتخاب هشام البسطويصي لرئاسة الجمهورية؟ إذا اقتنعت بأنه صادق في أنه ينحاز إلى مصالحك، وأنه يدافع عن مصالحك، وأنه يمثل القيمة التي سعيت إليها وتتشوق إليها، قيمة العدل، وأنه يستطيع أن يحقق المساواة أمام القانون بين المواطنين، أنه يستطيع أنه يحفظ لمصر كرامتها وهيبتها، أنه يستطيع أن يحفظ للمواطن المصري كرامته في الداخل وفي الخارج، أنه عنده فهم واضح لدور مصر في المنطقة، دور مصر الإقليمي سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، عنده وعي بمفهوم الأمن الوطني ومفهوم الأمن القومي والعلاقة بين الأمنين. يعني أعتقد أن كل فرص دي نجاحك تقدر تديني نسبة سيادة المستشار؟ أخيرا سؤال أخير، نسبة إيه؟ نسبة الأصوات فرص اللي هاخدها؟ نجاحك. لا، فرص نجاح. لا طبعا، أي مرشح بيعتقد أنه فرص نجاحه يعني تقترب من 100%، لكن مش مهم هو يعتقد إيه، المهم الناس هيكون رأيها إيه، شكرا جزيلا، وإحنا علينا إن إحنا ننتظر نتيجة الانتخابات عشان نعرف رأي الناس إيه. أشكرك شكرا جزيلا شكرا سيادة المستشار هشام البسطويصي المرشح المحتمل لرئاسة أنا الجمهورية. متشكر شكرا جزيلا جدا سيادة المستشار. وشرفتونا. شكرا. كما أشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وسنلتقي بالتأكيد في مقابلات أخرى مع مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وسنلتقي بالتأكيد في مقابلات أخرى مع مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.